قدرت اصنع جهاز يقوم باللعب بلعبه الديناصور الشهيره من جوجل من خلال الليجو ان والان بوريكم كيف قدرت اصنعها بالتفصيل الممتع مكونات المشروع واحد قطعة NXT اثنين حساس الضوء ثلاثة محرك كهربائي أربعة لوحة المفاتيح كيبورد طريقة المشروع أول شيء تحتاج برنامج NXT رابط تحميل البرنامج أسفل الفيديو أول شيء نحدد على زر التكرار اللي يكررنا العملية ونختار على زر المستشعر لو مستشعر الضوء أو بما يسمى باللايت وثانيا محرك الجهاز اللي يحرك لنا يحرك لنا المحرك طبعا يحرك لنا بكل سلاسه وسهوله حدد منه نسختين عشان يروح للامام وللوراء نعدل بعض الاعدادات في زر الاستشعار انا مثلا عندي البورت او المدخل رقم اثنين أه انتم حطوا طبعا على الرقم اللي تحتاجونه عندكم واحد واثنين الى اربعه طبعا أه مثل ما تشوفون امامكم كل ما الضوء يخفت في المحيط كل ما يقل الرقم وكل ما يزيد كل ما يعلى الرقم فهذا سبب للجهاز طبعاً الآن راح يكون مثل ما تشوفون أمامكم اللعبة قاعد تعطيني الضوء بشكل أكبر وبشكل أقل فمثل ما تشوفون أمامكم تغير لي الأرقام فأنتم حددوا على الرقم اللي يكون على لون الصبار اللي امامكم الان طبعا ثم بعد ما تنتهي هذه العملية وتكتبون الرقم نروح إلى برنامج البرمجة ونعدل الرقم اللي موجود عليه من نفس الأساسي إلى الرقم اللي كان على لون الصبار ثم أنا راح أحط على المدخل أو البورت اللي على المحرك وأغير حركة المحرك إلى السكنز أو الثواني وأحط الثواني المناسبة لي مثلا أنا راح أحط 0.25 أو 0.25 واحدد للامام او للوراء، بالبدايه نحدد للامام وثم نعيد العمليه ولكن يكون الى الوراء مثل ما تشوفون امامكم تعاد العمليه بشكل سلس وبشكل يعني طبيعي ما في اي اختلاف. طبعا هذه اللي كان معكم الجهاز وهذا تطبيق عملي، شكرا لكم لهذه المشاهده ونتمنى ان نراكم في مقاطع اخرى، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وفي نهايه المقطع لا تنسى قول سبحان الله والحمد لله والله اكبر ولا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله الباقيات الصالحات